شكرا. تفضل. هذا نفس الشاب. بس شو عم يعمل هون ببيتي؟ شو جابه لهون؟ استنى. في مجال تقولي شو عم تعملوا ببيتي؟ ها؟ حط المي. نلعو. يلا نلعو من بيتي، يلا نلعو. لك كيف انتو بتتجرؤوا تجوا على بيتي وتقعدوا؟ شو هالوقاحة هاي؟ هدول الجماعة وصلوني على البيت. أنا كنت بالشارع ووقعت على إيدي. شو هالحكي؟ أنت بنت صغيرة لتوقعي؟ من كل عقلك عم تحكي هذا الحكي؟ كيف بتسمحي لزلمة غريب ما بتعرفي عنه شيء يوصلك على البيت؟ هدول الاثنين يلي عم تقولي إنه عملوا معكم خير ووصلوكم على البيت، تضحكوا على ابني وسرقوا منه العقد بكل حقارة، وأنت قاعدة عم تشربيهم مي؟ أكيد هو جاي لهون لحتى يشمت فينا ويقولوا إنه كسر راسنا. يلا نقلع، نقلع. لا يا عمي، أنا أجيت لهون مشان وصل عيلتك وبس، مو لسبب تاني. بكل الأحوال لازم تعرف إنه نحن مو أعداء. لك أنت وقفت بطريق نجاح ابني، بس أنا ما رح مرق لكم إياها. ما رح تقدروا تنفذوا بهاي العملة، وأنا برأيي تنقلعوا قبل ما دق للشرطة وإلا تيجي لتتصرف معكن. أنا عم بنصحك تنقلع فوراً. يلا تفضل، يلا خود المدام تبعك ونقلعوا من هون. أنا أهلي علموني أحترم الناس الكبار. عن إذنك خالتي. بعدي. اسمعوا لآخر مرة بقلك، احمل حالك واطلع برات بيتي وإلا رح خليك تندم. خالتي ديري بالك على حالك. مدام تفضلي. تعي لهون. أنا وصلت فيك الوقاحة تجيبي أعدائي لهون على بيتي، وفوق هيك عم تدلليهم كمان. أنت بتمصي لما عيلتك بتنزل، ما هيك؟ لك ما بتخجلي على حالك؟ أمي اهدأ ابني. بس يا أمي غلطت غلط كبير يا عمي. أنت غلطت هلأ كتير. إذا بيوصل خبر لرانفير على اللي عملته رح يعصب كتير ورح تفقد احترامه لإلك، وبما إنه أنا مرته من واجب خبره بكل شيء عم بصير هون. شو يعني بفهم منك انك عم تبتزيني؟ هذا الموضوع بيني وبين مرتي وما حدا له علاقة، لا تحاولي تعملي حالك حكم علينا وتعلمينا شو بيصير وشو ما بيصير. ايه انت معك حق، معك حق، هذا الموضوع بينك وبين مرتك، بس خلينا نفرض انه وصل خبر لرانفير عن اللي صار. يعني اذا رانفير عرف بالشي اللي عملته مع امي، تعرف شو رح يعمل معك؟ صدقني لو كنت بتعرف ما كنت عملت هيك مع امي. بنتي خلص بترجاكي، لا تحكي معه بهي الطريقة. اذا بتحاولي تتزاكي علي يا كنتي بأكد لك انك رح توقعي بمشاكل. انت حابة تتدخلي بامور شخصية ما حدا بيحق له يتدخل فيها. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.